اسمها يا جماعه منشار الصينيه، مكتوب عندك في الكتاب، مكتوب عندك في الايه؟ في الكتاب. الماكينه دي اسمها ماكينه المجموعه. ماكينه المجموعه دي ماكينه متعدده ايه؟ الاغراض، متعدده الاغراض، انها بتقوم بخمس عمليات في ماكينه واحده. الماكينه دي منشار الصينيه دي بتحل محل منشار الشريف. اللي محل منشار الايه؟ الشريف. فيها بعض وسائل الامان عن 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 مكنه المنشار، بمعنى ان المنشار بيبقى محسوب عليه خطر شويه. هنا من ضمن وسائل الامان ان كل ماكينه من دول ليها جهاز فصل كهربائي اللي هو ده. بمعنى بمعنى ان لو انا شغال على المكنه هنا ولا قدر الله حصل اي مشكله ممكن زميلي يفصل من هنا ومن هنا. دي حاجه. تاني حاجه السفاحه دي بتعلى وتنزل عندي. ليه بتعلى وتنزل؟ لان لما يكون سلك الحوض يا باشمهندس تنزل السفاحه. بس هنفترض ان انا بقطع قطعه خشب في السلك ده. بنزل طقم السلاح بتاعي ده على سلك الايه؟ على قد سلك الخشب. ليه؟ عشان لما بقطع الخشب هنا لا قدر الله لو ايدي جت على السفيحه يبقى كله هيعورني اللي هو الايه؟ ب 2 مللي دول. هخلي السلك المنشار عندي اعلى من سلك الخشب 2 مللي ده اقل بكتير. عشان لو ايدي راحت على المنشار يبقى اللي هيعورني اللي هو ال 2 مللي بس. اللي هو بقطع خشب السلك ده كده يا باشمهندس. المنظر ده بس بقطع كده. كويس. هيبقى اصابه كبيره لا قدر الله يعني. تمام؟ انزل يا باشمهندس. عندنا ماكينه الرابور اللي هي دي عمل نظام التجميع، بعمل قد النقل والبصيله بتجمع الخشب في بعض.
المنتجات اللي بنصنعها فلوس من نجمعها نجمع زي ما حط جنب بعض كده، ولازم يتكفى على الطرق كده الانفاري او نص على نص او نقل المسافه يعني المنظر ده. وبعد كده عندنا ماكينه التخانه اللي تحديدا دي الموتوسيكلات بتاعتها دي ماكينه التخانه. التخانه دي بتعمل ايه؟ التخانه دي بتحافظ لي على السمك المطلوب. يعني ايه السمك المطلوب؟ يعني دلوقتي مثلا انا بعمل مثلا 100 كرسي، بعمل 100 كرسي لازم اتاكد واكون متاكد 100% ان ال 100 كرسي دول نفس السمك. انا لما بمسح على ماكينه الرمور الخشب ده بيتمسك بس لكن ما بيبقاش سمك متساوي، دي ماكينه الرمور. لكن لما اكون انا عايز الرجل دي 4 في 4 بالملي بالملي يا جماعه بقطع الخشب وامسحه على الرمور لازم اتاكد من السمك على ماكينه الايه؟ التخان. فلازم ارد الخشب بتاع ده لماكينه التخان عشان اتاكد من السمك المطلوب. عشان ما ينفعش لو انا بعمل 100 كرسي مثلا يبقى انا هعمل 400 رجل. هل ينفع بعد ما صنع الخشب وخلص تصنيع يجي اركب الرجوله على بعضها ما تركبش؟ لو ما اتاكدتش ان السمك مظبوط في كل الرجول معنى الكلام ده ان لما اجي اجمع الخشب ده ممكن رجلي ما تركبش عليه او رجلي تحملها على رجلي شويه. الكلام ده ما ينفعش ممنوع منعا باتا لان شغل المجهوله هنا بالميل. تمام؟ فاللي بياكد لي السمك ده او اللي بيحدد لي السمك ده هي الايه؟ ماكينه التخان. فماكينه التخان دي من المكن المهم جدا 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 في ورشه لا غنى عنه. لا غنى ايه؟ عن بعد ما بفضي الخشب ده ودي التخانه بعد كده ابتدي اجمع عن طريق ماكينه المنقره اللي هو النقر واللسان. بعمل نقر في الرجل واللسان الناحيه الثانيه ابتدي اجمع الجذور. في كذا طريقه لتجميع الاشياء. في النقر واللسان في النص على النص في نص على نص لسان مستوي في طرفيه لون عدل في غنفاني في غنفاني كوار كده يعني. في كذا تجميع هنشوفها دلوقتي. تمام يا شباب؟ دي ماكينه المجموعه ماكينه متكامله. عندك مشاكل بالنسبه لك فيها؟ يعني لما اقول لك دي ماكينه ايه او ده ايه او بتعمل ايه تعرف تجاوب؟ وده شغل تاني؟ انا ما عنديش حتى مشكله. تمام؟ طيب دي ماكينه المجموعه ماكينه متعدده الاغراض. فيها ماكينه منشار الصينيه ده اللي هو بيحل محل منشار الشريط اللي في ورشه تانيه. تمام؟ وماكينه الحليه وماكينه الرابور وماكينه المنقار وماكينه التكامل. انا عندي خمس ماكينات في ماكينه الايه؟ دول خمس ماكينات.